الفيلم بيبدأ مع بنت اسمها سينج بتشتغل مترجمة صينية لرئيس الوزراء الكوري، وعلى الرغم من ان خبرتها قليلة الا انها بتؤدي شغلها على اكمل وجه في اول يوم ليها. وبعد شوية بيتصل بها واحد اسمه جونج وبيقول لها انه عرف طريق الشخص اللي بيدوروا عليه بقالهم سنين، فبتسيب سينج الوزارة فورا وبتكون في طريقها للمطار عشان ترجع الصين وتدور عليه. وبنرجع بالزمن بعد كده لسنة 1993 مع شابين بيشتغلوا في تحصيل الديون من مقرضين، وهم بارك وجونج اللي بيقابلوا العميلة بيونج في السوق واللي المفروض متأخرة في التسديد لأكتر من شهرين، ولما بيطلبوها بالفلوس بتقول لهم إن جوزها مات وبتطلب مهلة صغيرة لحد ما تجمع المبلغ، لكن بارك بيكون جاب آخره منها، فبياخد منها بنتها سينج كراهين غصب عنها لحد ما ترد له الفلوس، وبتضطر ميونج إنها تروح الورشة اللي جوزها كان بيشتغل فيها وتطلب من صاحبها المرتب بتاعه، لكنه بيقول لها إن جوزها أخذ المرتب وساب الورشة من فترة بعد ما اتجوز، وبيهددها إنه لو شافها قدام الورشة تاني هيبلغ عنها لأنها مهاجرة غير شرعية لكوريا. وبعدها بتتصل ميونج بعم سينج وبتقول له على مشكلتها وبيوافق عمها انه يساعدها، فبتتصل ببارك وبتوعده انها هترجع له الفلوس بكره الصبح، وبمجرد ما بتقفل التليفون بتتفاجئ بعساكر الشرطه اللي جايين يقبضوا عليها بعد ما صاحب الورشه قرر انه يبلغ عنها فعلا بدون سبب. وبتقضي سينج الليل كله بتبكي بعد ما اتفرقت عن امها، وفي اليوم اللي بعده بياخدها بارك وبيروح هو وجونج يقابلوا رئيسهم في الشغل اللي بيكون متضايق جدا لانه بيعتبروا خاطفين طفله، فبيأمرهم يرجعوها لامها والا هيرفدهم. واثناء ما هم في الطريق بتستغل سينج ان في زحمه، واول ما العربيه بتقف بتنزل منها وتطلع تجري، وبيحاول بارك وجونج انهم يمسكوها لكنهم ما بيلاقوش ليها اي اثر غير الجزمه بتاعتها اللي بتقع منها في نص الطريق. وبعدها بترجع سينج البيت وبتلاقي عساكر الشرطه هناك، فبتستناهم لحد ما بيمشوا عشان تعرف تدخل، لكنها ما بتلاقيش امها هناك، ودي كانت صدمه بالنسبه لها. وفي اليوم اللي بعده بتطلب ميونج من الظابط انها تقابل بارك في اسرع وقت، ولما بيوصل بتقول له انها هتترحل بكره للصين وان عم سينج هيرد له كل فلوسه مقابل انه يبعت سينج لناس اغنياء تتبناها، وده هيكون افضل بالنسبه لها بدل ما مستقبلها يتدمر معاها. وبعد كده بتدي له سيرتها مع بنتها وبتطلب منه انه يديها لها ويقول لها ان امها عملت كده عشان مصلحتها. وفي الوقت ده بتكون سينج لمت هدومها من البيت وراحت تدور على امها في الشوارع، ولما بيوصل بارك هناك ما بيلاقيش حد، لكن لما بيشوف الجزمه بتاعتها بيعرف انها كانت موجوده في البيت، فبيفضل يدور عليها في نفس الحي لحد ما بيلاقيها مع شاب كان بيحاول يخطفها، فبيتخانق معاه وبيخلصها منه. وبتنهار سينج لما بتعرف ان امها سابتها ورجعت الصين، وبتفضل تعيط طول الوقت، وعشان بارك يسكتها فبيقول لها انها لو سمعت كلام الناس اللي هتعيش معاهم واجتهدت في المدرسه امها هترجع تاخدها، وده تقريبا اللي بيصبر سينج الفتره دي. وبيستعجب بارك لما بيلاقيها ما بقتش تعيط زي الاول وكمان بتساعده في شغل البيت، وده بيخليه يعاملها بطريقه احسن. وبيجي له اتصال من عمها شيونج بعد كده وبيقول له انه هيبعت له جزء من المبلغ دلوقتي والجزء الثاني هيديه له لما يقابله يوم الاحد، فبيقرر بارك انه يصرف الفلوس دي على سينج عشان يخرجها من حاله الحزن اللي هي فيه، فبياخدها وبيروح المول وبيشتري لها هدوم جديده وكمان بيخليها تحضر حفله للمغني المفضل بتاعها، وبيجيب لها اسطوانات وجهاز تسجيل جديد عشان تقدر تسمع اغانيه في البيت. وفي اخر اليوم بيعملوا حفله وداع لسينج لانها المفروض هتسيبهم وتمشي بكره مع عمها، وبنلاحظ ان هي وبارك اتعلقوا ببعض جدا، وده اللي بيخليهم متضايقين انهم ممكن ما يتقابلوش تاني. وفي اليوم اللي بعده بيروح بارك يسلم سينج لعمها اللي بيكون مش عارف اسم بنت اخوه اصلا ولا هي عارفاه، وده لانهم ما شافوش بعض قبل كده غير مره واحده، وما بيكونش قدام بارك حل غير انه يسلمه الطفله ويسترد بقيه فلوسه، لانه في الاول والاخر محصل ديون مش اكتر، وبياكد عليها قبل ما تمشي تتصل بيه لو حصل لها اي حاجه. وبعد ايام بيبعت لها بارك رساله يطمن عليها، وبيفضل منتظر الرد وقت طويل لكن مفيش حاجه بتوصل له. وبعدها بيتصل برقم البيت بتاع عمها شيونج وبترد مراته على التليفون اللي واضح من كلامها انها ما تعرفش حاجه عن الموضوع اصلا، ولما شيونج بيرجع البيت بيأمرها انها ما تردش على الشخص اللي بيتصل ده تاني، وبيطلب بارك من زميله جونج انه يجيب له عنوان شيونج عن طريق رقم موبايله. ولما بيروح له هناك بيلاقي سكران وساكن في حي صغير مش في قصر زي ما كان قايل، وبيعرف منه انه باع بنت اخوه سينج الواحده مقابل 300 دولار، وساعتها بيتعصب بارك جدا وبيفضل يضرب فيه عشان يعرف عنوانها، لكن شيونج ما بيكونش عارفه اصلا، وده اللي بيخليه يحس بالذنب لان هو اللي سلمها له بايده. وفي الوقت ده بتمر سينج بفتره صعبه جدا، فبنشوفها وهي بتشتغل في مالها ليلي وبتلم ازاز الخمور من على الارض وكمان بتنظف الحمامات،
ولما بتسأل صاحبة المكان هي هتروح المدرسة امتى بتقول لها ان وقت التقديم انتهى وانها هتستنى لحد السنة الجاية عشان تقدم لها، وده طبعا بيقضي على امل سينج في انها حياتها تتحسن. وبالليل بيبعت لها بارك رسالة على جهاز الاتصال بتاعها عشان يطمن عليها، وفي نفس الوقت سينج بتاخد التليفون من غير ما حد يحس بيها عشان تبعت رسالة لامها وتسألها هتيجي تاخدها امتى. ولما بتسمع رسالة بارك بتتصل بيه على الرقم اللي قاله في الرسالة الاولى، لكن بيتضح ان بارك غلط في رقم، وده اللي بيخليها تبكي لانها افتكرته تخلى عنها. ولما بتخرج تنظف المكان في اخر اليوم بيكون في زبون متعصب جدا، فبيرمي ازازه على الحيطه في نفس المكان اللي بتكون سينج واقفه فيه، فبتدخل قطعه ازاز صغيره في وشها. ولما صاحبه المالها الليل بتشوف الجرح بتقرر انها ما توديهاش المستشفى عشان ما يحصلش مشكله، وبتكتفي انها تحط لها مطهر على الجرح وخلاص. وفي الوقت ده بيفتكر بارك انه نسي يقول لسينج على كود المدينه اللي هو عايش فيها، فبيبعت لها رساله ثانيه عشان يعرفها ازاي تقدر تتصل بيه، وبيفضل سهران طول الليل لحد ما فعلا سينج بتكلمه وهي بتبكي من شده الالم بعد ما اتصابت، فبتصعب عليه جدا. وبمجرد ما بيعرف عنوانها بياخد جونج معاه وبيروحوا على هناك باقصى سرعه، وبيتصدم بارك لما بيلاقي الجرح كبير في وشها، وده اللي بيخليه ما يستناش صحاب البيت لما يصحوا، فبيكسر الباب وبياخد سينج معاه. ولما الست اللي اشترتها بتشوفه بتهدده بانها هتبلغ عنه، فبيسيب لها بارك رقمه وبيقول لها تتصل بيه بكره عشان يحط لها الفلوس اللي دفعتها في حسابها الشخصي. وفي اليوم اللي بعده بيضطر بارك انه يستلف مبلغ كبير ويبيع عربيته كمان عشان يرجع للست فلوسها ويضمن ان سينج تكون في امان، وبيندهش زميله جونج من افعاله لانه عارف ان بارك شخص قاسي جدا بطبعه، خصوصا انه كان بيخدم في الجيش لفتره طويله، لكن واضح ان ارتباطه بالطفله دي غيره. واول ما سينج بتصحى بياخدها معاه المستشفى وبيدفع لها مبلغ كبير عشان تعمل عمليه وتشيل اثر الجرح من وشها، وبعد كده بيقرر انه يقدم لها في المدرسه زي بقيه الاطفال، بس المدير بيرفض وبيقول له ان في قانون بيمنع الاطفال الصينيين من التعليم في المدارس الكوريه، ومفيش حل غير ان بارك يتبناها ويربط اسمها باسمه وساعتها تقدر تتعلم بشكل طبيعي، بس ده طبعا بيضايق سينج جدا لانها كده تقريبا بتقطع اي صله ليها بامها. وبالليل بيقدر جونج يقنعها ان اللي هيعملوه ده مجرد اجراءات على الورق وبس، وانهم هيبقوا يفهموا امها ومش هيخلوها تزعل منها، فبتغير سينج رايها وبتدخل المدرسه. وفي الفتره دي بنلاحظ ان بارك بدا يهتم بيها اكتر من الاول، وبيعمل لها الاكل اللي بتحبه كل يوم، وكمان بيساعدها انها تجيب اعلى درجات، وبتستمر حياتهم على كده لحد ما سينج بتكبر وبتدخل الجامعه وبتكون صداقات كتير، وبنشوف امها وهي بتراقبها من بعيد طول الوقت، وبتفرح جدا لما بتلاقي بارك واخد باله منها. وبعد فتره طويله بتتصل جده سينج ببارك وبتقول له ان ميونج مريضه وحالتها صعبه جدا ونفسها تشوف سينج قبل ما تموت، فبيقرر ياخد سينج ويسافر الصين عشان يقابلوها. وعلى الرغم من ان بقالها اكتر من 15 سنه تقريبا ما شافتش امها، الا انها حست بيها وجريت عليها على طول وحضنتها اول ما شافتها. وبنلاحظ ان ميونج مش بتتعامل مع سينج بنفس الطريقه اللي كانت بتعاملها بيها زمان، وده لانها مش عاوزاها ترتبط بيها قوي لان ايامها في الدنيا معدوده، وده حسب كلام الدكاتره، وما بتكونش عارفه تشكر بارك ازاي بعد كل اللي عمله مع بنتها. وقبل ما يمشي بتطلب منه يدور على ابو سينج الحقيقي لانه لسه عايش وما ماتش زي ما قالت لها زمان، وان الاوان انها تعرف الحقيقه وتقابله. ولما بيرجعوا كوريا بتقرر سينج انها تساعد بارك، وبتروح تشتغل في مصنع يدوي لمده 3 ايام عشان تقدر تشتري له جزمه جديده بدل جزمته المقطوعه، وفي نفس الوقت بيكون بارك وصل للورشه اللي يونج ابو سينج كان بيشتغل فيها زمان، وبيعرف من زمايله انه اتجوز واحده كوريه واخد الجنسيه كمان وبقى غني جدا. وبعد يوم طويل بيقدر انه يوصل له وبيجهز مقابله بينه وبين سينج اللي بتكون مصدومه اول ما بتشوفه لانها كانت فاكره ميت. ولما بيرجع بارك البيت صاحبه جونج بيلومه انه لقى ابوها الحقيقي وبيقوله انها كده هتكمل بقيه حياتها معاه هو وهتنساهم تماما بعد كل اللي عملوا معاها، بس بارك بيكون عارف ان سينج مش هتتخلى عنه ابدا، وبيروح على اوضتها وبيتفرج على صورها القديمه وهو بيبكي لحد ما بتتصل بيه سينج وبتناديه ببابا، وبتطلب منه انه يجي ياخدها عشان يرجعها البيت، وبيكون بارك طاير من الفرحه في الوقت ده لدرجه انه بيسوق الموتوسيكل وهو مش مركز في الطريق وبيعمل حادثه، وفضلت بارك تدور عليه هي وجونج من اليوم ده لمده 10 سنين قدام، وكل فتره املهم انهم يلاقوه بيقل اكتر من الفتره اللي قبلها، لحد ما في يوم اثناء ما هم ماشيين بالعربيه بتشوف سينج يافطه الاعلان اللي كانت بتتكلم عنه هي وبارك في اول يوم قابلته فيه، وبتفتكر انها في اليوم ده نادته باسم جديد غير اسمه، وساعتها بارك حب الاسم ده جدا، فبتروح هي وجونج لاسم الشرطه وبتعرف ان في شخص بالاسم والفئه العمريه دي موجود في دار رعايه المسنين، ولما بتروح هناك بتعرف من المدير ان بارك عمل حادثه من حوالي 10 سنين سببت له سكته دماغيه، وبقى تقريبا ما بيتكلمش مع حد من ساعتها، وانهم ما لقوش معاه اي اثبات
كانت شخصية غير الدفتر بتاعه اللي كان كاتب فيه اسمها والاسم الجديد اللي نادته بيه. ولما بيروحوا يقابلوا بارك بيلاقوا حالته متدهورة جدا وثابت في مكانه طول الوقت، لا بيتحرك ولا بيتكلم، فبيصعب عليهم جدا وبينهاروا من البكاء بعد ما شافوه في الحالة دي. وبتحاول سينج انها تفكروا بيها باكتر من موقف، وبعد محاولات كتير بتكتشف انه لسه فاكرها فعلا ولسه معاه جهاز التسجيل اللي اشتراه لها زمان، وكمان كان عامل لها دفتر توفير باسمها من اول يوم قابلها فيه لحد يوم الحادثة. وده بيوضح لسينج ان بارك عمل معاها اكتر من اللي اهلها الحقيقيين كانوا يقدروا يعملوه، فبتقرر انها تخرجه من الدار وتسخر بقية حياتها عشان تساعده وتحاول ترجعه لحالته الطبيعية، لانه يعتبر انقى وافضل شخص قابلته في حياتها. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.